إذن دكتور، يبدو أن ردود الأفعال متشابهة بين هذا الخطاب للعقيد القذافي وبين خطاب نجله فيما يتعلق بالداخل الليبي. بدنا نعطي هذا الباتنت لمنتظر الزيدي إذا كنتم تذكرون. نعم، نذكر منتظر الزيدي بالطبع. يعني نعطيه بهمه الحق الملكية يعني. حق الملكية بالطبع. الآن يعني في أول ردود الأفعال على هذا الخطاب الرسمية، أتحدث الغربية، ميركل تقول أن خطاب القذافي مرعب جدا جدا، ونفضل فرض عقوبات على ليبيا لحملها على وقف العنف. هل تعتقد أن سلاح العقوبات سلاح مجد قد ينجح هذه المرة؟ لا، كلام فارغ هذا. يعني هذا يعني لو تعرف ميركل وسياسة ميركل وشخصية ميركل وحديث ميركل عن فلسطين والفلسطينيين، يعني هي كمان مرعبة. يعني هي يعني الله يستر. على كل حال، لا يعني هو الواحد لازم يكون مطلع على هؤلاء وعلى ماذا يفعلون، كيف سياستهم كل أنحاء العالم. هذا طبعا احتاجت أن تقول شيء. إحنا الآن بهمنا من المجتمع الدولي الإدانات، يكون واضح أنه في إجماع حتى الشعب الليبي يشعر أن هذا الرجل معزول وأنه غير مقبول وأنه أفعاله غير مقبولة. الفعل يجب أن يكون باعتقادي في مرحلة ما، إذا اضطر أن يكون هناك تدخل عربي في مرحلة ما. إذا اضطررنا، إذا وصلت الأمور حدها وطال الأمر كثيرا، يجب أن يكون توجه عربي. وفي سوابق، في سوابق حصلت أنه حصل تدخل عربي. ولكن الحديث عن عقوبات الآن، أنا بعتقد أولا يعني لا أدري إذا كان في دخول وعدم دخول بضائع الآن على ليبيا.